مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، مساء الخير على كل الجماهير المصرية. أهلا، برحب بيكم في قناة النادي الأهلي الجديدة. انطلاقة جديدة وعودة حميدة، عودة حميدة كمان على المستوى الشخصي. هاني رمزي ابن النادي الأهلي اللي دخل النادي الأهلي وهو عمره 10 سنين، وتربى في النادي الأهلي من سن 10 سنين ل20 سنة، وكانت انطلاقة الحمد لله بفضل ربنا وبفضل النادي الأهلي. انطلقت في عالم الاحتراف 15 سنة، عودة حميدة ليا بعد ما كان مشوار احتراف استفدت منه على المستوى الشخصي، مش عشان بس النادي الأهلي سابني أطلع احترف، لا، عشان المبادئ والأخلاق والالتزام اللي اتعلمته وأنا سني 10 سنين لغاية 20 سنة هو ده اللي ساعدني إن أنا أكمل مشوار احترافي. عودة حميدة لانطلاقة جديدة لقناة النادي الأهلي العظيم، حاجة تليق باسم النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله تكون كل برامج هذه القناة يعني تحزو إعجابكم، وأنا هكون إن شاء الله معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 10 للساعة 1 في البيت الكبير. البيت الكبير، أول ما بنسمع كلمة البيت الكبير بنفتكر العيلة، بنفتكر اللمة، هو ده اللي هتشوفه هنا معانا في البيت الكبير. البيت الكبير هيلم كل عائلة النادي الأهلي، كل رموز النادي الأهلي. هنتكلم على قضايا كتيرة جدا وأخبار النادي الأهلي وغير النادي الأهلي، هنتكلم على ملفات كتيرة جدا. نوعدكم في البيت الكبير إن إحنا هنحافظ على البيت وهنحافظ على الصورة اللي واصلة لكل بيت في مصر. مهم جدا إن إحنا نقدم إعلام يحترم الناس اللي بتتفرج علينا، هنقدم إعلام يليق باسم النادي الأهلي تحت شعار كبير جدا جدا كل جماهير الأهلي عارفاه، النادي الأهلي نادي المبادئ والأخلاق. هو ده اللي بنشتغل عليه، كل القائمين على القناة بيشتغلوا من هذا المبدأ. أنا تربيت على الكلام دوت، وكل الناس اللي بتشتغل في قناة النادي الأهلي أنا بشكرها جدا، بشكرها على القناة على مستوى الاستديوهات العالمي، أقدر أقول لك عالمي، على مستوى الاحترافية اللي بيتعامل بيها كل العمال من أكبر واحد في القناة لأصغر واحد. إن شاء الله نقدم لكم حاجة تحترمكم، إن شاء الله نقدم حاجة تليق باسم النادي الأهلي، وكمان المحتوى اللي مش بس الشكل العام، أنا بتكلم كمان محتوى كل البرامج هينول إن شاء الله إعجابكم، ويكون إن شاء الله انطلاقة جديدة لقناة النادي الأهلي العظيم بجماهيره بمسؤوليه بكل القائمين عليه. النهاردة مع بداية انطلاقة النادي الأهلي أحب أقول لكم إن إحنا عندنا مفاجأة، مفاجأة من العيار التقيل. راجل جه النادي الأهلي وكان عليه علامات استفهام كتير، يا ترى هينجح مع النادي الأهلي؟ يا ترى النادي الأهلي هيرجع تاني لعصره؟ الأهلي طبعا ببطولاته غني عن التعريف، لكن كان فيه علامات استفهام وفيه تخوف من الجماهير. وصل للراجل دوت، عمل في رأيي الشخصي حتى من الناحية الفنية عمل طفرة في أداء النادي الأهلي، وعمل معادلة صعبة جدا، معادلة إن فعلا بيعمل الشكل الجمالي مع النتائج وكسب ثقة الجماهير. معانا النهاردة ومعاكو مستر فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، هيكون مشرفنا النهاردة وهنفتح معاه حوار كبير جدا. مستر فايلر، زي ما قلت لكم معانا مستر فايلر طبعا المدير الفني للنادي الأهلي، منورنا النهاردة في أول حلقات البيت الكبير. هنطلع تقرير سريع جدا بيتكلم على مستر فايلر، ونرجع نشوف، والحديث إن شاء الله حديث مشوق، هنتكلم على كل حاجة، انتظرونا بعد التقرير. يمكن ديت بينقصها عملية التحضير من الناشئين، ممكن ما يتعلمش ده في الناشئين، واتكلمنا أنا هو أن اللعيب المصري فعلا لو دخل، وعندنا أمثال صلاح وتريزيجيه وحجازي كل دوت، لو خدوا الحاجات اللي ناقصاهم فعلا هيمثلوا ناديهم وبلدهم على مستوى عالمي كبير جدا. الكرة الأفريقية، نيجي للكرة الأفريقية، ازاي شايف البطولة الأفريقية الحالية وحظوظ النادي الأهلي؟ طبعا احنا عارفين هنلعب في الدور قبل النهائي، حظوظ النادي الأهلي ايه؟ وشايف المباراة اللي جاية الشكل العام هيكون فيها ازاي؟ مباراة هتكون صعبة جدا طبعا، لا احنا بنتكلم دلوقتي
لكاتخ ميور إيكيب نتكلم التي افضل اربع فرق في افريقيا اللي تاهلوا للدور قبل النهائي. طبيعي الاربع فرق طبعا عندهم مستوى فني عالي وطبعا كلهم عندهم الاراده والرغبه ان هم يحققوا اللقب، كلهم عايزين يحققوا اللقب، كلهم بيحاولوا يبذلوا خساره جهودهم عشان يحققوا اللقب، وطبعا لازم يكون في حسن الحظ مع اللعب والاداء الجيد. بس اعتقد ان احنا عندنا فرصه كبيره ان احنا نحقق اللقب، بس برضو بقول مره تانية بالاضافه الى الاداء الجيد محتاجين نكون معانا حظ كويس. اعتقد مستر فايلر ان فرصه كمان عوده الدوري اعتقد دي بتدي كمان اريحيه شويه للنادي الاهلي انه بيستعد بشكل جيد كمان للبطوله الافريقيه، يعني بطوله الدوري بعد توقف اكتر من 90 يوم. ازاي انت اشتغلت في الفتره الصعبه ديت وازاي جهزت الفرقه او بتجهز الفرقه اولا استعدادا للدوري، وانا في رايي وطبعا الراي ليك وكمان الهدف يعني ان شاء الله الدوري محسوم للنادي الاهلي بنسبه كبيره، لكن البطوله الافريقيه ازاي حضرت او ازاي بتحضر الفتره الصعبه ديت الاولاد ان هم يخشوا فعلا مسابقه الدوري على استعداد جيد جدا واستعدادا للبطوله الافريقيه. في الأول أنا شخصيا بتمنى كنت أتمنى إن احنا نبدأ الدوري بدري عن كده، لأن في أوروبا بدأوا بعد 3-4 أسابيع إعداد فقط وبيلعبوا كل 3 أيام مباراة. أعتقد المفروض نعمل ده في مصر برضو، للأسف احنا بدأنا متأخر شوية أو هنبدأ متأخر، لكن طبعا نقدر نقول ان احنا عدينا الموسم كويس، عدينا استهداف الموسم كويس بطريقه جيده. واعتقد ان احنا اول ما هنبدا الدوري واول ما هنخش في خضم المباريات اعتقد هنرجع تاني بادائنا الاولاني وهنقدر نحسن الماتشات الحاسمه بالنسبه لنا الفتره الجايه وممكن نحقق اللقب. على مستوى التدريبات طبعا ما فيش مشكله، لكن انا اعتقد كمان اللعيب بيكون يستعد بشكل افضل وممكن يخش الفورمه اسرع لما بيكون في بعض المباريات الوديه. مستر فايلر تقريبا حاطط ماتشين او ثلاثه بس لاستعداد الدوري او لبدايه استعداد للدوري او بدايه الدوري، ماتشين بس وديين او في فرصه انه ممكن يزود كمان عدد من الماتشات؟ هو ماتشين ولعبنا ماتش كمان ما بيننا بين الفريق، فاعتبر 3 مباريات، 3 مباريات اعداد، 3 مباريات وديات. لكن طبعا مش دايما في مباريات، اعتقد هو بعد 3-4 شهور فتره توقف اعتقد الاهم ان احنا نعد الاعداد كتدريب افضل من المباريات التأهيلية. وأعتقد أنا شايف خطتي ماشية كويس، خطة الإعداد ماشية كويس وأنا بعد الفرقة بطريقة كويسة، وأنا شايف اللعيبة دخلت في جو التمرين بشكل كبير ومركزين، وأعتقد أن هيكونوا جاهزين في حل استئناف الدوري. طيب نخش لجزئية اتكلمت على اللعيبة، يعني إحنا وأنا اتكلمت معاك بره الهواء أعتقد النادي الأهلي عنده عدد كبير جدا جدا من اللعيبة الموهوبين، عنده عدد في كل مركز نقدر نقول عنده لاعب او اتنين. من وجهه نظرك ايه اول ما جيت النادي الاهلي ايه المشاكل اللي قابلتك؟ يعني اول ما جيت ومسكت الفرقه قلت النادي الاهلي عنده مشكله في 1 2 3، ايه المشاكل اللي قابلتك مع بدايه توليه المسؤوليه؟ دايما احنا شغالين ان احنا نحل المشاكل، طبعا ما ينفعش نحل كل المشاكل دايما بس بنحاول نحل معظم المشاكل، لكن طبعا بنقول الفرقه مش لعيب واحد اكتر من لعيب، فده لازم نحل مشاكل اللعيبه كلها وده دوري كمدرب. وطبعا الجماهير بتبقى متركزه مع اللعيبه ولازم نحب دايما نقول للجماهير مش الفرقه مش لعيب واحد او اتنين، الفرقه كلها بشكل عام هي المفروض يعني تحظى بالتشجيع، ولازم احنا نقبل ان احنا كلينا احنا نلعب كفريق مش كلاعبين كعناصر، احنا كفرقه بشكل عام، وانا دوري ان احنا نحل مشاكل الفريق بشكل عام مش بشكل اللاعبين. افهم من الجمله الاخيره ان مستر فايلر دايما يحب ان النجم هو الفريق، يعني ما يكونش فيه نجم واضح وبيقول ده نجم النادي الاهلي فلان وفلان وفلان، بيعتمد شغلك ان النجم هو الفريق والتيم ورك نفسه، ما بتعتمدش على بعض الاسماء او بعض النجوم اللي ممكن تحقق بطوله. بعتمد على كل اللاعبين
مش على لعيب واحد بعين. طبعا للاسف في لعيبه غايبه عننا بسبب اصابات ولعيبه كويسه جدا وكانت مؤثره جدا لكن للاسف غابوا عننا الاصابات، بس انا ما بفكرش في اللعيبه المصابه او الغايبين عني، بركز في اللعيبه المتاحه لان احنا كفريق احنا كاسره، احنا بنشتغل كاسره والاسره فوت كلها بتساعد بعضها نحقق افضل النتائج، وبنشتغل كاسره واحده من غير ما نفكر اسم لعيب بعينه كلنا هننجح. عايز اتكلم برضو وبكل امانه، يمكن من انا على المستوى الفني اللي شفته ان مستر بايلر من وجهه نظري انا ما دخلتش جوه الفرقه قوي، لكن شايف ان كل الفرقه او كل اللعيبه بتاخد فرص من خلال عمليه التدوير في المراكز. يعني كنا بنشوف احيان كتيره جدا جدا على سبيل المثال وليد سليمان ممكن يبدا وبعدين الماتش اللي قبليه ما يبداش، عندنا تدوير كامل. ف مستر بايلر انت عندك رؤيه معينه لتدوير اللعيبه بتعتمد بشكل كبير على 23 لعيب مش على 12 لعيب بس؟ ده صحيح، انا باكد انا بشتغل بالطريقه دي دايما، بحب دايما اعتمد على مجموع اللاعبين لان اللعيبه كلها عندهم امكانيه ان هم يمثلوا النادي الاهلي كلهم على مستوى فني عالي. انا بتابع اداء اللاعبين كلهم وانا بشوف اللعيبه كلهم بيلعبوا بشكل جيد، علشان كده بديهم فرصه كلهم، ما بديش فرصه للعيبه معينه وبحط الباقيين كاحتياطي. انا ما عنديش احتياطي واساسي. ممكن يقابلوا بعض المشاكل في الحته ديت، عمليه تدوير اللاعبين ممكن اللعيبه مش متعوده على النظام دوت، ممكن يقابلوا مشاكل في الحته دي شويه من خلال ان تثبيت تشكيل معين او هو بالنسبه له قابلته مشكله في الحته دي من الناحيه الفنيه او من ناحيه جزئيه اللعيبه. لا ما حصلش ده طبعا، اكيد اي لعيب ما بيلعبش بيكون محبط بيكون حزين، لكن ده شيء طبيعي وبقبله طبعا، لكن انا وصلت لكل لعيبه ان كل واحد ليه وزنه وليه قيمته في الفريق، وزي ما بقول دايما ان الاهم بالنسبه لي هي الفرقه كلها تكون ظاهره والفرقه كلها هي تكون نجم مش نجم واحد، وفي الاخر لما اللعيبه كلها بتكسب الاحتياطي او الاساسي بيكسبوا. اوكي انا يعني برضو في سؤال انا تقريبا باخد يعني واحد من الجمهور، يعني انا ما بسالش اسئله فنيه لكن كاني واحد من الجمهور وعايز ابلغه ان كان من الصعب جدا ان في مدرب يجي بالسرعه ديت ياخد ثقه الجماهير وكمان ثقه اللاعبين. الشغل النفسي اعتقد واضح جدا من خلال حتى انا رؤيتي الجزء النفسي، انت شايف انه كمدرب، لان في نوعين من المدربين، مورينيو ما بيعتمدش على الجزء ده بشكل كبير على العكس ان مثلا يورجن كلوب بيشتغل على الجزئيه دي بشكل اكبر. من وجهه نظرك الحته دي بتشتغلها بشكل كويس؟ يعني انت انهي نوع من انواع المدربين دول؟ يعني مدرب ممكن نتكلم عن اللعيبه او بياخد قرارات صارمه وهو ده اللي بيتنفذ يعني؟ الحاجة اللي أقدر أقولها إن عندي أفكاري الخاصة بيا وبطبقها وبطلبها من اللاعبين وهم لازم يتبعوا أفكاري. لو اللعيبة احترموا فكري فدي حاجة كويسة وأنا بشتغل معاهم، لكن طبعا مش دايما كل اللعيبة بتحترم طريقة التفكير، لكن لازم أقول الحقيقة إن من وقت للتاني صعب تقول الحقيقة، لكن طبعا الأهم إنك تقول الحقيقة وده شيء مهم طبعا عشان اللعيبة تعرف أنا بفكر إزاي وبشتغل إزاي وما جدهمش أعذار وما لعبوش. لكن طبعا بعض الاحيان في لعيبه بيبقوش مبسوطين ان هم ما بيلعبوش او مش اساسيين، بس انا مش هقدر ارضي كل اللاعبين. في الاخر في 11 بس اللي بيلعبوا والباقيين لازم يكونوا احتياطي، والباقيين حتى ممكن يبقوش احتياطي ممكن يبقوا في المدرجات. فانا لازم الحته النفسيه دي مهمه اتكلم معاهم فيها، بس في الاخر لازم يقبلوا لان في الاخر ده نظام كره القدم. وفي الاخر الحقيقه بتتعب ساعات بس بتسهل كتير. لا بتتعب كتير، انا كنت مدرب وعارف بتتعب كتير. انا شايف ان افضل انك تشتغل بالطريقه دي بوضوح افضل ما بتقعد تلف وتدور. انا طبعا من الحته دي مش عايز اخش على جزئيه، يمكن كنت برضه بتكلم معاه صالح جمعه كان معايا في الاولمبياد ولعيب مميز جدا، كان في بعض الكلام ان هو خارج النادي الاهلي او ما تعتمدش عليه بشكل او باخر،
واتكلمنا انا وانت واتكلمنا ان صالح جمعه كفنيا لعيب كويس، وسمعنا في الاخبار برضو انك كان في جلسه خاصه مع صالح جمعه للفتره اللي جايه. رؤيتك ايه بالنسبه للجزئيه دي لصالح جمعه، واستفادت النادي الاهلي من صالح جمعه؟ وكمان لازم صالح جمعه يكون عارف ان يعني النادي الاهلي اكيد ما بيقفش على حد، لكن عايز اعرف رؤيتك ايه للجزئيه دي. أو أنا بحبش أتكلم بشكل فردي على لعيبة بعينها. لا طبعا. لكن ممكن أجاوب برضو على السؤال. النهاردة لو حللت أداء اللعيبة اللي معايا في الفريق، مش هتكلم بس على الناحية الفنية، هو فنيا عالي جدا صالح جمعة من اللعيبة كويسين معايا في الفريق، لكن برضو الحتة البدنية والحتة البدنية لازم يكون جاهز عشان يلعب، وبرضو ذهنيا يكون جاهز عشان يشارك مع زمايله ويقدر يتحرك كويس من غير كورة، لازم يجي كويس في الملعب، يجي في الاتجاه الصحيح، في عنده حاجات واجبات كتيره جدا المفروض يلعبها ويؤديها في الملعب غير الناحيه الفنيه، ولازم يكون مفيد لزمايله في الملعب، لازم يوري زمايله ان هو عنده حاجه مختلفه وحاجه ممكن يضيفها لزمايله، وطبعا لازم يكون عنده فرصه ان يحسن من ادائه علشان يقدر يشارك الفتره الجايه معانا. مستر بايلر، برضو لاحظنا مع بدايه تولي المسؤوليه في النادي الاهلي اعتمد على طريقة 4-2-3-1 على ما أعتقد، رؤيتك في توظيف اللعيبة إزاي، وهل استقبلت اللعيبة النواحي الفنية أو طرق اللعب اللي أنت قمت بيها استقبلوها بسهولة، ولا كان في صعوبة في التحفيز وصعوبة في الوقفة وصعوبة في الحاجات اللي احنا بنقابلها كمدربين، عملية الكفرينج، عملية توسيع الملعب، عملية الانتشار، يعني برضو ديت عملت التوليفة السريعة دي إزاي؟ أعتقد الأداء اللي أظهروا اللاعبين أوضح جدا إن هم فهموا استوعبوا طريقة لعبي. هو طبعا أنا ما بحبش أتكلم عن طريقة لعب بعينها، أنا بتكلم كل واحد في دوره إزاي في الملعب يؤدي دوره، وإزاي كل واحد إزاي يلعب هجومي ودفاعي في نفس الوقت، ازاي يكون ليه دور هجومي ودفاعي، بمعنى المهاجم بيدافع في وقت الدفاع والمدافع يهاجم وقت ما يكون فيه هجوم. عايزين يعني برضو ناخد من الجزئيه الفنيه دي شويه، الطريقه كل مدرب وليه طريقه بيحبها، وكل مدرب بيشتغل على حسب الادوات اللي قدامه. احنا شفنا الاهلي في فترات اللي فاتت 4-2-3-1، ممكن نشوف بيلعب براسين حربة على سبيل المثال، ممكن نشوف ان الطريقة دي تتغير في الفترة اللي جاية، ولا مستر بايلر من المدربين اللي بتثبت طريقة وممكن يغير على حسب يعني حالة الفريق اللي قدامه او حالة الفريق نفسه اللي بيمرنه؟ ما عنديش طريقة لعب واضحة بلعب بيها، ما عنديش طريقة في دماغي بلعب بيها، الطريقة اللي بلعب بيها هي على حسب معطيات المباراة وطبعا على حسب أداء اللاعبين بتوعي في المباراة والمتغيرات اللي بتحصل أثناء المباراة. ببص طبعا على حسب اللعيبة بتاعتي وأدائها في خلال المباراة، وبقول لهم بطلب منهم بيلعبوا ويلعبوا أدائهم الأمثل علشان يكسبوا الفرقة، فبالتالي ممكن أغير من طريقة اللعب خلال المباراة على حسب ظروف الماتش. طبعا ان شاء الله باذن الله يعني اعتقد بطوله الدوري محسومه بشكل كبير جدا، وهدف كل الاهلاويه واكيد الهدف الاكبر لمستر بايلر والفريق هي البطوله الافريقيه. انت شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الحصول ان شاء الله باذن الله على هذه البطوله؟ زي ما قلت احنا عندنا اربع فرق وصلوا دور قبل النهائي، فرق قويه جدا، افضل اربع فرق في افريقيا يعني في دور قبل النهائي، يعني لازم نقسم الفرص على الاربع فرق، كل فرقه ليها 25% نسبه الفوز، طبعا هدف كل الفرق من الفرق الاربعه انه يحققوا اللقب، واحنا فرقه من الاربع فرق، واحنا كافراد جهاز ولاعبين وجماهير كليه بنحلم نحقق اللقب، بنحقق نرجع الكاس للنادي تاني، طبعا الحلم
مشروع من حقنا نحققه وممكن نحققه بسهوله، بس طبعا مش بسهوله ولازم نبذل مجهود كبير عشان نحققه. انا طبعا مش هتكلم غير ان انا اقول ان احنا بنحلم نحقق اللقب، وبحب امشي مرحله مرحله. انا عندي دور قبل النهائي صعب جدا قدام وداد في كازابلانكا، لازم في ماتش الذهاب نلعب كويس ونحقق نتيجه كويسه عشان ماتش العوده نحقق نتيجه كويسه ويتاهل دور النهائي، وبعد كده نفكر هنعمل ايه في المباراه النهائيه. هاخد من كلامه واقول في فتره من فترات كان الاتحاد الافريقي قال ان المباراه هتكون مباراه فاصله، مباراه واحده. انت شايف العوده تاني للمباراه الذهاب والعوده دي لصالح النادي الاهلي؟ انا متفاهم طبعا ان احنا لو لعبنا مباراه واحده هتبقى زي اوروبا، هتبقى اسهل طبعا، اسهل جدا علشان في طبعا عشان الفيروس الكورونا هيبقى اسهل طبعا لو كان مباراه واحده. بس انا شخصيتي بحب دايما اقلم نفسي على ظروف ما اقدرش اغيرها. لو كنا لعبنا مباراه واحده كانت هتبقى افضل، تبقى كويسه، بس لو مش هيحصل مشكله لو لعبنا مباراه او مباراتين، سواء لعبنا مباراه او مباراتين هنحاول نبذل كفاره جهدنا عشان نكسب في مجموع مباراتين ويتاهل المباراه النهائيه. يعني انا اعتقد يمكن في شويه مفاجاه في الكلام ان هو كان مباراه واحده كانت بالنسبه له مش افضل، لكن كان بالنسبه له ما فيش مشكله، لان بعض الناس بتقول ان المباراه الاولى لما بتكون مثلا على ارضك بتحاول بتحرز اهداف كتير، ومباراه العوده لما يكون وسط جمهورك ممكن جدا عامل الجمهور بيساعد شويه. ف وخاصه لما ان شاء الله باذن الله يكون يعني موضوع كورونا ده قل شويه ويبقى حتى اللعب على ارضك احساس اللعيب بيختلف شويه، فيعني دي مش بتبقى فرصة أفضل إنه بتلعب مباراة لها حساباتها، وبعدين المباراة التانية بتبني على المباراة الأولى على حسب نتيجتها. بالنسبة لك الموضوع ما فيهوش اختلاف كبير؟ انا بقلقش نفسي، بقعدش افكر اذا كانت مباراه واحده او مباراتين، او بعملش زي ما انت بتعمله او زي جميل ما بتقول مباراه واحده او مباراتين افضل. يمكن انا عشان بقالي فتره في كره القدم وبقبل اي ظروف بتحصل، يعني زي ما بيحصل في اوروبا، انا بحاول قدر الامكان ما اقلقش نفسي بالمتغيرات وبقبلها على طول. زي ما بقول ما عنديش اي مشكله سواء مباراه واحده او مباراتين، في كل حالات لازم نكسب المباراه اللي نلعبها اذا عايزين نتاهل للنهائي ونكسب اللقب، لازم نفوز، لازم نادي افضل اداء عندنا. واعتقد برضو الخصم برضو هيقول نفس الكلام، هيقولوا برضو احنا عايزين نلعب ماتشين ذهاب او عوده او ماتش واحد. في الاخر انا شايف ان الموضوع اللي يحسم هو أدائك في اللعب سواء مباراة واحدة أو مباراتين، وإعدادك للمباريات اللي هتلعبها، وإنك تأدي مباراة كويسة سواء مباراة واحدة أو مباراتين وتتأهل للدور النهائي. لعبنا مباراتين لعمر مباراة واحدة، لازم تدي أفضل ما عندك وتدي أفضل أداء عندك عشان تتأهل تستحق التأهل للمباراة النهائية. هو طبعا التحضير لما بتكون مباراة نوك أوت، التحضير حتى التحضير النفسي والتحضير للمباراة دي بيختلف. أعتقد لو في مباراتين حتى التحضير النفسي، التحضير كمان للنواحي البدنية أعتقد بيبقى فيها اختلاف. يعني ممكن فعلا اعداد مختلف، انا متفق مع حياتك، لكن بكرر مره تانية، لكن برضو نفس الظروف دي بالنسبه لخصمنا، والفرقه اللي قدامنا فرقه قويه جدا وفرقه كويسه جدا، واحنا تبقى في نفس المستوى، احنا فرقتين، واعتقد ان الاختلاف الظروف ده مش هيغير من حاجه، احنا او خصمنا هيتقبل سواء مباراه واحده او مباراتين. تتمنى تقابل الزمالك في النهائي؟ ليه لا؟ طبعا في الاول زي ما قلت قبل كده وقلتها قبل كده على الملأ ان في منافسه، وده حاجه مطلوبه، المنافسه مطلوبه، لكن في كره القدم لمصلحه كره القدم المصريه هيبقى رائع ان فرقتين مصريين يوصلوا النهائي. طبعا حاجه غير قابله للجدل ان وصول الاهلي والزمالك المباراه النهائيه شيء رائع لكره القدم المصريه، وطبعا بالنسبه لنا هيبقى شيء مهم، وطبعا مش هيبقى صعب انك تتاهل للنهائي، طبعا التاهل هيبقى صعب. لو هتلعب النهائي، لو وصلت النهائي مش هيهتمك هتلعب قدام الرجاء او الزمالك، لان في الاخر هيبقى عندك هدف واحد هو الفوز بمباراه نهائيه سواء قدام الزمالك او الرجاء. مستر بايلر، طبعا انت لعبت في الدوري السويسري، ويمكن كنا زملاء في وقت من الاوقات، برضو عايزين والناس تعرف ايه الفروقات بين الدوري السويسري والدوري المصري. يعني احنا دايما بنتطلع للافضل، ودايما بنبص ان احنا عايزين الكوره بتاعتنا والدوري بتاعنا يرتقي الى الافضل.
من وجهة نظرك لو أنت خبير جاي وبتقول الدوري المصري ناقص له 1 2 3 علشان نبدأ نحط رجلينا على المستوى الدولي، نبدأ منين؟ أعتقد خططيا أعتقد إحنا عندنا هنا فكر عالي خططيا في الدوري المصري. أنا بس بقرر إن إحنا عندنا مشكلة المفروض نشتغل عليها هو التحرك بدون كورة، لأن لعيبة كرة القدم المصرية بيحبوا جدا يحتفظوا بكرة القدم وما بيحبوش يتحركوا كتير. أنت لعبت في الدوري الألماني وأنت عارف بيتحركوا إزاي، بيجروا زي المجانين من غير الكورة، وإن ليهم دور من غير الكورة زي بالكورة بالظبط. احنا هنا في مصر للاسف في لعيبه بتريح في المباراه ما بتجريش كنا نورمالمون بلو، وده شيء طبعا مش موجود دلوقتي في كره القدم الحديثه، وشيء طبعا انا دوري انا المفروض اغيره، انا كمهمتي الفتره الجايه ان اغيره مع النادي بتاعي، وبتكلم مع لعيبه كتير وبقول لهم المفروض تغيروا ده من ادائكم، وده تغيير كويس تغيير لنفسكم، تغيير حتى في الحاله يعني تغيير عقلي يعني حتى الفكره نفسها وتغيير عقليه اللعيب الى حد ما يعني الى حد ما مش هيقدر يغير طبعا كل حاجه، يبقى العمل اوتوماتيك يعني. طبعا ذهنيا اتكلمت مع اللعيبه بتاعتي وقلت لهم من فضلكم ابتدوا تفكروا بطريقه مختلفه، وده طبعا واضح ان ما بتقالش من مره واحده ممكن كل حاجه تتغير، محتاجين ندفعهم ونشتغل معاهم ونعمل تدريبات ونكرر عشان يحفظوا جمل معينه ويعملوها في الملعب، ولازم اشتغل مع اللعيبه بشكل فردي ومع الفرقه بشكل كامل مع الفريق مع صفوف الملعب كلها صفوف الفريق كلها طبعا. بس اللعيب كره القدم لو عنده اراده ان هو هيحسن من ادائه هيحسن عشان خاطر نفسه، لانه في الاخر هو هيحسن من ادائه من اداء فرقته، ولازم يواكب كره القدم الحديثه. احنا لو عندنا بعض لاعبين في الفريق هم عايزين هم سعداء ان احنا اننا احسن من ادائهم، ده هيبقى حاجه هتساعدني كتير في شغلي، واعتقد هتعود بالخير على الفرقه كلها. طيب انا اتكلمت برضو معاه واعتقد الاعداد بيحضر حاجه ممكن تبقى مفاجاه لي، ان احنا اعتقد موسم 92 93 او 93 94 كان مستر فايلر بيلعب في ارو وانا كنت بلعب اعتقد في نيو شاتل، فده دي صوره يعني من المباراه، اعتقد المباراه ديت خلصت 3-0 وبرده الاعداد يقول لي انا مش فاكر اصلا لعبت المباراه ما كنتش فاكر. واضح جدا ان احنا كسبنا 3-0، احنا اللي كسبنا 3-0 مش انتم، احنا اللي هو انا نيو شاتيل ولا احنا اللي هو ارو سيكي ارو ديفنسور يعني، بس اقول له المباراه الثانيه كسبنا 3-0 وانا جبت جون. اوكي لما تجيبوا الحاجه اللي جبت فيها الجون يا جماعه سي نو نو زافو ماركي بيقول هسجلنا جون دلوقتي اهو سيكيسا سيكي سي ماركي الكساندروف اكل نمرات 14 كنت بلبس رقم 14 لابا انا بلعب على الطرف اوكي اطوات بلعب ناحيه اليمين وانا 3-0 هم اللي كسبوا 3-0 فعلا 3-0 طب ما فيش ماتش اللي احنا كسبناه ولا ايه؟ ده كويس قوي ده ماتش ب 25 سنة كويس ان في صورة أصغر في لقطات موجودة لغاية دلوقتي لا طبعا من الذكريات الجميله يعني ان يعني الواحد لعب في الدوري السويسري 4 سنين او الكسندر اجين طب يا جماعه كفايه كده بس عشان المنظر كفايه قوي كده نطلع نرجع للحديث عشان ايوه عشان انا تقريبا انا نمره 4 اللي كنت عملت تاكلنج الاولاني ده فاقفل ايوه نرجع للحديث اوكي طبعا من يعني من الحاجات السعيده جدا وانا يمكن يعني حتى عمر من الاصدقاء اللي هو المعد اللي عمل الفيديو دوت انا كنت مفاجاه بالنسبه لي لان ما كنتش اصلا فاكر الموضوع وكان فرصه سعيده جدا ان احنا نشوف بعض على في الدوري السويسري مره ثانيه يعني ما سيتي ديفيسيل دو نو دو فوار ان صعب اللقطات دي كانت صعبه من زمان جدا انا شفت نفسي في الماتش مره واحده بس ما شفتكش انت كنت موجود ولا انا ما شفتش انا مش عارف كنت موجود بس انا متاكد ان هم قالوا لي ان انت كنت موجود فانا كنت موجود
انت لعيب كبير، كنت لعيب كبير. سي جوات كنا جوي انصومبل. لعبنا قدام بعض. كونتر. لعبنا ضد بعض. كان معانا حسام وابراهيم طبعا، اعتقد هو كمان عارف حسام وابراهيم التوأم كانوا بيلعبوا معايا في نيوشاتيل. انا عارف لونتري بور لي ايجيبشن اون سويس. كانت بدايه المصريين لعبوا في سويسرا كنت انتوا الثلاثه. صحيح صحيح. وبعد كده طبعا يعني بدات حتى بدات سويسرا بقت خطوه لاحتراف اللعيبه المصريين. يعني النني راح كان بيلعب بازل، صلاح كان في بازل، انا من اول ما بدات في نيوشاتل. فانا في اعتقادي برضه مستر بايلر انه مهم جدا ان اللعيب المصري ممكن الخطوه انه ينتقل من الدوري المصري لدوري كبير زي الدوري الالماني او الدوري الانجليزي دي أفزة كبيره جدا. فانه هو يمر على دوري سويسري او الدوري البلجيكي بيتحضروا للدوريات الكبيره. وي باسكو اون سويس. ايوه بالظبط، لان في سويسرا تري ستريكت السويسريين يعني جد جدا ومنضبطين جدا في ادائهم. بتبدا اصلا كلاعب محترف تبدا في سويسرا هتتعلم حاجات كتير جدا هتفيدك في الكارير بتاعك كلاعب محترف. وخططيا برضو على مستوى عالي لما تخلط بين الموهبه اللي عند المصريين واللي هتتعلمه في سويسرا من اداء من التزام ومن خطط، اعتقد هتبقى اعداد جيد بالنسبه لك كلاعب كره قدم وتبقى داخله كويسه جدا للدوري الاوروبي وممكن تقدم نفسك في الدوريات الاقوى بعد زي محمد صلاح كده وزي تريزيجيه. دلوقتي بداوا برضه بنفس الطريقه والنهارده اعتقد اكتملوا بعد ما لعبوا حتى على المستوى حتى على المستوى البدني. ومحمد صلاح كان معايا في الاولمبياد وتريزيجيه كان من قريب. حتى على المستوى البدني بتحس فارق في على المستوى البدني حتى في تشكيله الجسم في القوه البدنيه في حجم العضلات. فده برضو بنشوفه من خلال اللعيب عنده بيطور نفسه وكمان الجو العام والسيستم اللي خش فيه هو اللي بيطور اللعيب يعني. ويمكن ده اللي ناقصنا شويه في مصر بكل امانه يعني. انا ما اقدرش اكد الحته دي بس انا شايف ان اللعيبه هنا في مصر بدنيا انتوا كويسين مش محتاجين اي اعداد بدني زياده. انا شايف طب الشغل البدني المعدين البدنيين كويسين هنا بيعملوا شغل كويس في مصر. يمكن قبل كده كان ما كانش بالشكل ده بس اعتقد النهارده الاعداد البدني كويس في مستوى مصر واللعيبه المصريين مستوى بدني عالي. طيب على نتكلم ان جنرال على المستوى العام للدوري المصري، المستوى العام من خلال الفرق، المستوى العام من الناحيه الفنيه، نتكلم اكتر من الناحيه الفنيه شايفه ازاي؟ يعني شايف عامه بدون ذكر بعض الانديه او مستوياتها، لا بشكل عام انت شايف ان الدوري المصري على المستوى الفني دوري قوي على المستوى لو اتكلمنا على المستوى العربي او الافريقي؟ المستوى المصري فنيا عالي. بنشوف ان اللعيبه بتحبوا يلعبوا وعندهم حب لعب كرة القدم وبس للأسف بيحبوا يحتفظوا بالكرة كتير في رجليهم وبيلعبوا كويس فنيا بيتصرفوا كويس بكرة القدم وبيأدوا كويس وهم عندهم الفكر والثقافة الكروية بس بيحبوا يحتفظوا بالكرة كتير. ما هي دي برضو اللي اتكلمنا فيها وقلنا يمكن اللعيب المصري في جزء مظلوم منه شوية ان الأكاديميز أو قطاع الناشئين ما كانش بيشتغل بالشكل العلمي شويه او بيشتغل بالشكل المناسب انه يأهل اللعيب لما يطلع على المستويات الاعلى بيكون جاهز. يعني ده رايي ان هو مظلوم لحد ما. وكمان عندنا احنا الكوره عامه الكوره المصريه او الكوره البرازيليه قريبه من بعض اللي هو بيحب يحتفظ بالكوره كتير وبيبين مهاراته بشكل افضل فهو بيحس ان الجزئيه ده انا في رايي ان الجزئيه دي لازم نشتغل عليها من قطاع الناشئين ولازم نشتغل عليها من واحنا صغيرين يعني. بالظبط متفق مع حياتك لان على مستوى الناشئين هيبقى سهل تحفيز الولاد ازاي يلعبوا باداء مختلف. لو هتصلح اخطاء مع لعيبه كبيره في السن هيبقى اصعب بكتير من تشتغل على مستوى الناشئين. عشان كده مهم جدا تشتغل معاهم على مستوى قطاع الناشئين. تمام نطلع فاصل سريع جدا ونرجع بعد الفاصل مع مستر فايلا. كبير وقناة النادي الأهلي مستر فايلر، نرحب بيك مرة تانية مستر فايلر
وعندنا سؤالين بس، والسؤال الأولاني مدى رضاك عن المستوى النادي الأهلي؟ يعني كل مدرب بيتمنى أنه بيوصل للقمة 100%، نقدر نقول مدى رضاك ووصلت بنسبة قد إيه للمستوى اللي أنت تأمله يكون في النادي الأهلي؟ دلوقتي قدامنا حوالي 10 أيام على الاستئناف الدوري مرة تانية، يعني ممكن نقول يعني 75% المستوى اللي أنا منتظره، بس طبعا مع استئناف مباريات الدوري أعتقد المستوى هيرجع تاني زي ما كنا قبل ما كنا قبل فترة التوقف. دلوقتي أنا ممكن أقول إنتي أنا حاسس الأداء 75% أو جاهزية 75%، وال 25% هيتحققوا مع استئناف الدوري بعد 10 ايام ان شاء الله. احنا عارفين مسهرينه، بس هو كان عنده كمان ماتش بكره فمش عايزين نسهره اكتر، فهو بس يقول لنا كلمه لجماهير النادي الاهلي في الانطلاقه الجديده لقناته، قناه النادي الاهلي اللي انت مشرفنا فيها، كلمه بس للجماهير وتلحق تنام عشان عندنا ماتش بكره. الأول للأسف إن الجماهير للأسف ما يقدروش يجوا يساندونا في الاستاد، كنا نتمنى يكونوا موجودين معانا في المدرجات. لاحظت إن عندنا جماهير رائعة، جماهير النادي الأهلي دايما في ظهرنا وبيساندونا وبيساعدونا كتير، واللي شايفه دلوقتي هنا بعد ما وصلت في مصر بيأكد لي الفكرة كانت موجودة في دماغي، إن يعني إيه قيمة النادي الأهلي، نادي عظيم. وطبعا شرف ليا إن أشتغل مع نادي ليه جماهير كبيرة زي جماهير النادي الأهلي، جماهير بتتابعنا عن كسب، وأتمنى إن شاء الله يكون موجودين معانا على طول في كل مباراة. وأنا سعيد جدا أتابعكم في قناة النادي الأهلي. بنشكره طبعا جدا، وأقول له برضه ان شاء الله هاجي له النادي الاهلي عشان اعوض ال3-0 دول، ان شاء الله اعوضها في النادي الاهلي، بس اخس لك شويه. نورتنا مستر فايلر، وبالتوفيق ان شاء الله. اوكي داكور، جود لك. الله اوكي ماشي، دلوقتي فاصل سريع جدا ونرجع مع حضراتكم.